عندنا خديجه اللي تيجي على هذا الشكل. البنات 100 درهم 100 درهم قويمه كتجي على هذا الشكل هذا، تتكون طويله من هنايا. في القميجات الطوال موديل اخر، ملي لبساتو فاطمه الزهراء قلت لها راكي خالفتي الصدف، قالت لي الموديل هو هكا. جهة طويلة. الموديل جاي مديكالي، جهه طويله وجهه قصيره، موديل جديد. شوفوا معايا الشكل. القويميجه كتبقى ب 100 درهم، السروال 100 درهم. عندنا واحد الكاب والشكل ديالو زوين، وحتى الثمن ديالو زوين اليوم ان شاء الله، اللي هو هذا اللي لابسه لينا فاطمه الزهراء. شفتوا كيجي بالطول هكذا، وتقدري يعني ما تدخلي يدك دابا ان شاء الله. كاين موديل اخر في نفس الموديل اللي شفنا ديال الجاكيت، كاين شكل اخر هو هذا، هذه تجي طويله شويه. شو ايه وهذه طول. اهلا وسهلا متابعي قناه العثمانيات، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. فيديو جديد ونهار جديد ومحل جديد، اول مره على قناه العثمانيات، محل سام شوب، محل كيتواجد في المعرفه. البنات انا غنعطيكم النعت ان شاء الله، يعني الروداني هاد الزنقه بالنسبه للناس اللي غادي يجيو من هنايا، انتيردي يعني غادخلوا من الزنقه اللورانيه وغادي تخرجوا ان شاء الله على فينيز. شفتوا فينيز راه بقات تما، انا غنعت لكم يعني قدام جوهره الاردن، فينيز حداها والمحل في هاد الدخله هادي، يعني محسوب على بنو نفيس اونفاس مع هاد صال دجو دغيب بغيماش. هاد لا سال دي جو سميتها، بالك انا غير دغيم. المهم دغيم ما عرفتش شنو حدا حيت ما تيبانش ليا. هاد الدخله هادي البنات هي كتدخل المحل، شفتوا هو هذا. واليوم ان شاء الله في المعارف وديري لنا واحد الصول زوين. كي دايره خديجه؟ لاباس عليك؟ بخير الامور مزيان؟ كلشي بخير ان شاء الله. غنكتشفوا معكم المحل ونكتشفوا معكم البياسات اللي فيه، واليوم ان شاء الله ديري لنا واحد الصول زوين. خديجه راه لابسه لنا اول موديل، غنلبس لكم ان شاء الله وغادي ندير لكم جوله في المحل بثمن العثمانيات ان شاء الله. مرحبا بكم البنات عند سام شوب، المحل اللي كاين في المعارف، تيحلوا تيحلوا طيله الاسبوع، ما تيسدوا حتى شي نهار، يعني حتى الحد تيكونوا حالين. اول موديل غادي نبدا لكم به اليوم ان شاء الله هو الموديل اللي لابسه لنا خديجه، اللي تيجي على هذا الشكل. البنات 100 درهم 100 درهم قويمه جا كتجي على هذا الشكل هذا، تتكون طويله من هنايا من الظهر بهاد البانسه هذه، تجي اوفر سايز. دوري عندي خديجه، ومن القدام تجي شويه قصيره، والبنات غادي يستيليو داك تطلعها تتحزمها، يعني كيبقى لها هي الاختيار. البنات السروال 100 درهم، الشكل ديالو ها كيفاش كيجي. حلي لنا خديجه هذا، شفتوا البنات المحل حيت اول مره غادي يديروا الاشهار، يعني شويه غادي يكون شويه ديال لوطخا كيكون. المهم صبروا معنا حيت اول مره ان شاء الله. شفتوا السروال كيفاش كيجي، التوب ديالو تيجي على هذا الشكل بحال مشمع، بحال مشمع. شفتوا كيبان بحال السكاي، هو راه جين وفي هاد الخرطه هادي، يعني الفصاله ديالو تيجي هكا كما لابسه خديجه، يعني تيجي ليغينز يعني لاصق، ولا القويميجه التوب ديالها فيها لي طاي. هاد القميجه خديجه ها نتوما القويميجه كيفاش كتجي، التوب ديالها يعني كريب المكرش بالصديفات، وهذه السلعه المستورده، هذه السلعه المستورده اللي طاي اللي فيها شنو هما فيها من الاس حتى الاكس ال، من الاس حتى الاكس ال، و100 درهم البيسه، 100 درهم السروال، و100 درهم القويميجه. ونشوفوا موديل اخر. كاين موديل اخر السروال كيجي على هذا الشكل، يعني مقبوط كيجي شكل سورفات هذا تيتلبس اييه، وبالتريكو، يعني التريكو راه ماشي في حاله، التريكو داخل فيه لاماي هذا، وداخل فيه التوب ديال القميجه، يعني تيجي ستيل ديالو تريكو قميجه، يعني لبسه سبور اكثر. و100 درهم السروال، و100 درهم القويميجه. القميجه كتجي على هذا الشكل، فيها ثلاثه اللوينات، فيها هذا الغوز هذا شفتوا، فيها البيج بلونكاسي اللي لابسه خديجه، وفيها الكحل، هادو تيجيو ب100 درهم. والسروال فيه غير هذا اللون، فيه غير هذا المارو، 100 درهم وكلشي يلبس. كاينه واحد الكسيوه تتجي على هذا الشكل هكا، فيها تايا من السمول حتى الاكس ال، يعني غير الرشيقات اللي غيلبسوها. دوري خديجه، شفتوا كتجي فيها هكذا فتيحه، تتجي كسيوه طويله فيها السلسله يمكن من الظهر باش كتلبس ياك، يعني كتجي عاديه جدا. نقول لكم التوب ديالها،
التوب ديالها هو غادي بحال الساتان تقريبا، غير هو غليظ. هادو دايرين 100 درهم بلا سميطه البنات. السميطه بوحدها كتيوه ب 100 درهم وكلشي يلبس. في قميجات طوال موديل اخر ملي لبساتو فاطمه الزهراء قلت لها راكي خالفتي الصدف، قالت لي الموديل هو هكا. الموديل جاي مديكالي، جهه طويله وجهه قصيره، موديل جديد. شوفوا معايا الشكل ديالو، كتجي جهه طول من جهه وتيجي هكا فيه لي غيور، حتى لي غيور ديالو دايرين العكس. دوري فاطمه الزهراء شوفوا الطول ديال القميجه من اللور. شوفوا البنات في البلو مارين وفي الابيض، ولبسناها نيت مع السروال كلاس في البلو مارين، وفيها جوج تلوينات. في هاد الطريزه بعدا هنا فيها قطعه، يعني حتى لاكوب ديالها ستيل جديد، فيها الغوز وفيها هاد الزرق هذا الشويبي. شفتوا اللي طايلي فيها من سمول اكس من سمول اكس ال، ثمن 120 درهم. 120 درهم. ونشوفوا موديل اخر. موديل اخر عندنا هاد بحال قميجات ولكن هما سخان شويه. شفتوا الشكل ديالهم بحال كاشمير ومغلفين حتى هما، غنوريهم لكم هنا عن قرب. شوفوا شفتوا كيفاش دايلين كاشمير مصوفين الشكل ديالهم، تيجيو هكا. شوفوها من البوسه تجي حتى هي طويله من اللور من الظهر، وديك البانسا وفيها الجويبات، وكتجي قصيره من القدام وفيها الموديل ديالنا خديجه تلبسي سمول. يعني اليوم جبت لكم بتي طاي سمول، الرشيقات ديالي اليوم غنتهلا فيكم. فيها من سمول حتى الاكس ال، من سمول حتى الاكس ال دايرين 120 درهم. شديها لينا باش تبان لهم. شو دايره 120 درهم. والسروال اللي لابسه خديجه اللي هو هذا، انا نوريكم عن قرب، حتى هو 100 درهم. شفتوا الشكل ديالو، وإلاستيك ديري بحال اياه. شفتوا يعني إلاستيك يلبس حتى الاكثر، حتى هو فيه لي طاي بين لي من الميديوم ولا من السمول، لكن فيه حتى 44، فيه حتى 44 حتى الطاي 44، وبي من الميديوم نقولوا من 34، من 34 من 34 حتى 44 و100 درهم. ونشوفوا لبسه اخرى. لبسه اخرى شوفوا معايا، تجيب هاد جاكيت بحال هاد الشكل هذا، ستيل كلا سبور، السبور هذا اكثر مع السروال. نوريكم ان شاء الله الجاكيت عن قرب اللي هي هادي، كيفاش كتجي التوب ديالها زعما ماشي سخون، سخون شويه مع فيها الدوبلور لداخل حتى هي. شوفوا كلها دوبلور، دائما تنهضروا على السلعه المستورده البنات. تيجي فيها هاد الباند هنا في الكميمات، وكتجي فيها هنايا لتحت. وكيفاش جات في اللبس، جات معك فاطمه الزهراء ما شاء الله. شفتوا والسروال البنات، السروال هو هذا، تيجي جين التوب ديالو لا طوال، اييه كيجي فيه هذا، راه ماركه البنات. شفتوا تيجي في هاد السير هذا، وتيجي على هاد الشكل، يعني تيجي هابط ضغوه. السروال 120 والجاكيت ب 150 درهم، ولي طاي من سمول حتى الاكس ال، يعني فاطمه الزهراء فيها الدوبل، لان فاطمه الزهراء دبيدي باغي شويه. شنو لبستي الدوبل نيت؟ لا لبست اكس ال، لبست غير الاكس ال. دونك هادو فيهم حتى الدوبل وجاو زويونين وستيل جديد، يعني دائما تنقلبوا لكم على شي حاجه جديده. ونشوفوا موديل اخر. كاين موديل اخر في نفس الموديل اللي شفنا ديال الجاكيت، كاين شكل اخر هو هذا. هذه تجي طويله شويه، شو اييه، وهذه طول منها، يعني هذه طويله عليها، كاين الطوال وكاين القصر. حتى عليك فاطمه الزهراء هذه باش يبان لهم الطول. بالنسبه للبنات اللي دايرين الفولور تتبغي شي حاجه طويله، هذه طويله وتا هي كتجي بالصدف نفس الموديل، نبدل غير اللون والثوب. حتى هي من الداخل فيها الدوبلور، شفتوا، ولا فينيسيو ديال السلعه البنات شي حاجه طوب. الكميمه حتى هي نفس الشيء، داخل فيها هنا توب اخر، وهنا التوب على هذا الشكل، يعني هادو سخونين. وبالجياب هذا فيها البلو مارين حتى هي من السمول حتى الدوبل اكس ال، 150 حتى هي 150 درهم، وكلشي يلبس مع سام شوب. لبسناكم موديل اخر عاوتاني، مشينا في شكل كلاس بالقويميجه البنات. هذا التوب ديالها قطن، شفتوا التوب ديالها قطن، وكيجيو فيها جوج تلوينات، فيها هاد الباج هذا، وكتجي طويله من اللور. دوري فاطمه الزهراء من الظهر، وتجي قصيره من القدام. فيها هاد الباج هذا، وفيها هاد الكري نوار، شفتوا فيها جوج تلوينات من سمول حتى الاكس ال. الثمن ديالها 150. وعندنا السروال كلاس، يعني التوب ديالو السروال كلاس كيجي على هذا الشكل هكا، فهمتوا؟ الثمن ديالو 200 درهم، وتا هو من سمول حتى الاكس ال. حتى الاكس ال.
ولبسه لبسناها لكم بالصباط بالصاك يعني اي لبسه متوله تجي تمشي ناضيه بصباطك بصاكك بكسيوتك. شوفوا موديل اخر، شوفوا معايا لبسناها لون اخر في القوميجات حتى هو 150 في هذا السومو مع السروال في الكلاس، سروال كلاس ماشي في الكلاس. ودائما تصبط في لون البيسه، قوميجه 150، السروال 200 درهم، والصبابط ب 300 درهم. ونشوفوا موديل اخر، لبسه اخرى كامله البنات يعني كنلبسوكم بالصباط بالسروال بكل شيء. كاين هذا الجيلي هذا اللي تيجي طويل البنات، على فكره اللي بغات تلبسوا بوحدو راه تلبسوا بوحدو. خديجه فاطمة الزهراء قالت لي هدرتي تلبس بوحدو، انا لبست لكم على اييه ولا ليبا ولا المهم كولون كيبقى لكم نتوما الاختيار. انا لبست لكم مع سروال اللي هو هذا الشكل ديالو، حتى هو تيجي هكا مسمع بحال اللي كنا دوزنا في الاول، 100 درهم 100 درهم السروال اييه، وفيه لي طايمن من سمول تاع الاكس. البنات هذه شي حاجه مستورده، وجي لي بشحال هذه بقى لنا 150 درهم، وتا هو فيه لي طاي فيه لي طاي قولي لي طاي فيه الكحل وفيه الباش، كيجي على هذا الشكل البنات. شتو حتى هو تيجي هكا مغلف يعني منبت تيجي فيه الدوبلور ديالو ملبس، شتو فيه الباج وفيه الاسود ديالو هو كيبقى ب 150 من سمول حتى الاكس ال. وها كيفاش كيجي في اللبسه، تيجي رائع. كاين حتى لي بوت، حتى هو لي بوت شحال تتحسبوا لهذا الموديل؟ 400 هادو كيعني هذا 400 درهم، شفتوا 400 درهم. واللبسه ها كيفاش كتجي انيقه وكلاس في نفس الوقت. ونشوفوا موديل اخر، كاينه واحد القويميجه حتى هي تجي على الشكل ديال الجين، شفتوا السيل ديالها كيجي شي حاجه جديده عاوتاني. ها نتوما شفتوا اييه، اللي بغى يتنامل الكميمات، اللي بغى يخليها مطلوقه، اللي بغى يخليها محلوله تقدري تخليها حتى محلوله. الثمن ديالها البنات 120، تتلبس من السمول حتى الاكس ال. شفتوا هي كتجي محلوله من السمول حتى الاكس ال و 120 درهم وكل شيء يلبس. لبسه اخرى خديجه، دابا حنا طالعين الافران دابا غادي الاوكيمدن. لبسه اخرى البنات اللي هي هاد الجاكيطه هادي اللي بالقب فيه داك الفورير، شتو وهي من الداخل كلها مصوفه ياك، كيفاش دايره من الداخل كلها هكا يعني كانيش هكا كلها مصوفه سخيخنه. هادي القب حتى هو هاد الفورير تيتحيد يعني تقدري تركبيه تقدري تحيديه يعني تاها يكون البرد مزيان عاد تركبيه اييه. وتتجي قصيره نشوفها من البوسه دوري، شوفوا كيفاش كتجي من الظهر السيل ديالها. اليوم لبساكم انا البنات السمول بتي طاي، وكيجي فيها داك الحزام يعني كتحزميها ترخفيها كيبقى لك انت الاختيار. شفتوا هادي الثمن ديالها 180 درهم، 180 درهم فيها لي طايمن من السمول حتى الاكس ال. والسروال اللي لابسه خديجه اللي تيجي على هذا الشكل فوده، شفتوا تيجي لاصق بحال كولون، وفيه هنا السنسله باش كيتلبس، وفيه الوان فيه البوردو وفيه هذا الكاميل هذا، والثمن ديالهم 100 درهم. شفتوا انا نوريكم البوردو ديالو، شفتوا ها البوردو ديالو كتجي فيه حتى السنسله هنايا ياك، كتجي فيه حتى السنيسله هنايا الا بغيتي تخليها هكا محلول، شفتوا وكتجي السنيسله هنا ها الشكل ديالو. حلي لنا خديجه باش يبان لهم كيفاش كيجي، يعني كيجي كولون سروال في الفوده، وفي جوج لوينات كما قلنا لكم هذا البوردو وهذا الكاميل و100 درهم. ولي بوت حتى هما شحال لي بوت؟ 400 درهم حتى هو فيه لي بوانتي كلهم، فيه من 36 نقولوا من 36 حتى 40 و 400 درهم. موديل اخر في الكسيوات كيجي على هذا الشكل، يعني هنا تيجي الثوب شويه شنو كنقولوا الاستيك يعني تجي لاصقه، وهنا تيجي ثوب اخر باش كتجي هكا. هذه نقدروا نديروا صمطه باش تجي احسن، خاصها دار صمطه دير لها واحد السميطه باش تجي احسن. فيهم غير هذا اللون، فيهم من سمول حتى الاكس ال و 150 درهم. شفتوا الموديل، كاينه واحد الكسيوه غندوزها لكم تجي على هذا الشكل الرشيقات ديالي. لبسه شوفوا معايا الثوب ديالها
توب ديالها كريب تجي من هنايا هكا في هاد البليس البليات هكا من هنايا الكتاف تيجيو شويه واقفين. دوري خديجه نشوفوا لا كوب ديالها هكا تجي فيها قطعه البنات في هنا شفتوا كاينه واحد القطعه شفتوا دوري عندي من هنا كاين واحد البانسات باش كتعطي داك العرض لتحت. هاد الكسيوه دايره 150 من سمول حتى الاكس ال ولكن البنات لبسه راه بلا لا سانتور شفتوا بلا السميطه يعني كتمشي كسيوه غير في هاد الشكل هذا ولبسناها مع هاد السنيضيله وزيناها مع الساك يعني كامله. لبسه اخرى خديجه جبتي لنا البرد قبل الوقت كاين هاد القبيه البنات اللي بهاد الكانيش هذا في الابيض شفتوا بالقب ياك فيها القب ديالها اللون الثاني ديالها شنو هو اللون الثاني؟ اللون الثاني ديالها الكرونه الكرونه واخا نشوفوه اول لون اللي لابسه انت بعدا هو الابيض ها هو اييه اللون الثاني ديالها هو هذا الكرونه باش يبان لكم اكثر الموديل تيجي كله هذا الشكل هذا سخينين وبالسروال سكاي الكوير الثمن 120 سروال 120 القبيه ولي بوت داير 400 درهم شفتوا تيجي هكا عالي ستيل ديالو يعني لبسه كامله بالثمن ديالها لي طاي اللي في القبيه هو من الاس حتى الاكس ال والسروال حتى هو نفس الطاي ونشوفوا موديل اخر لبسناكم موديل اخر اللي هما هاد الكبوط هذا مونطو في الدان تيجي سامبل بالقب كيفاش كيجي اللبس ديالو بالحزام بغيتي تحزمي بغيتي تخليه مطلوق فيه ثلاثه اللوينات دابا صرعتي دابا صرعتي فيه ثلاثه اللوينات فيه هاد الباج هذا شفتوا وفيه الموتارد وفيه المارو فيه ثلاثه اللوينات هذا تيجي يمكن ستوندار ما فيهش لي طاي هذا تيجي ستوندار كيف ما لبساتو فاطمه الزهراء كيف ما جاكم الثمن فاطمه الزهراء 180 درهم كاين موديل اخر تيجي على هذا الشكل حتى هو فيست ولكن يعني كتجي محلوله حنا درنا لها الحزام كتجي خفيفه الثوب ديالها تيجي خفيف فيها هاد لاكوب هادي كيفاش كتجي كتجي اوفر سايز حليها لنا فاطمه الزهراء بغيتي تخليها محلوله هكا كتخليها شفتوا الشكل ديالها دوري فاطمه الزهراء باش يبان لهم اكثر انتوما بغيتي تحليها بغيتي تسديها الثمن ديالها 150 درهم من سمول حتى للدوبل هي ولا اكس ال حتى للدوبل فيها هذا الازرق هذا وفيها هذا الخضر شفتوا وفيها الكرينوار فيها ثلاثه اللوينات وكتلبس حتى للدوبل و150 درهم. عندنا لبسه اخرى اللي هي فيها دودون تيجيو على هذا الشكل هادو دودونات القصارين البنات شفتوا بالقب ديالو وعندنا غير هاد اللون متوفر غير هاد اللون هاد الاخضر هذا غنوريكم بالقب حلينا هادي نشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيفاش دايرين شفتوا تيجيو على هاد الشكل هادو ما فيهمش دو فاس فيهم غير فاس واحد اييه وها لا فينيسيو ديال الجاكيطه البنات هادو اللي طاي اللي فيهم اي هذا الصاك ديالهم باش تجمعيها لي طاي اللي فيهم هادو من سمول حتى الاكس ال وغيبقى لنا اليوم ان شاء الله 200 درهم 200 درهم وعندنا حتى السروال اللي لابسه حتى هو على هذا الشكل هكا هادو حتى هما 100 درهم 100 درهم سروال في الابيض بحال اللي لابسه الموديل 100 درهم شفتوا ونشوفوا موديل اخر. عندنا واحد الكاب والشكل ديالو زوين وحتى الثمن ديالو زوين اليوم ان شاء الله اللي هو هذا اللي لابسه لينا فاطمه الزهراء شفتوا تيجي بالطول هكذا وتقدري يعني ما تدخلي يدك دابا ان شاء الله الوقيته ديالهم هذه اللي جايه هكا وتقدري ديري يدك في الجياب ديري يدك في جياب فاطمه الزهراء وفي هاد لي بوطون هادو هكا بالدوغي شفتوا والثوب ديالو داير بحال بوكلات بوكلات ومغلف من الداخل يعني شي حاجه انا نوريه لكم عن قرب يعني شي حاجه مفينيه البنات شوفوا معايا كله مغلف من الداخل وفيه لي طاي قلتي لي هذا من السمول حتى الاكس ال ولكن غادي يلبس يعني يلبس التبيديبات اوفر سايز يعني تيتلبس عريض واليوم هذا حتى هو ثمن زوين المتابعات العثمانيات غيبقى لنا 200 درهم وفيه غير هذا الاسود فيه غير الكحل ونشوفوا موديل اخر ان شاء الله. دائما في المونطوات مونطو اخر على هذا الشكل حتى هو يعني تيجي سامبل ما فيه لا سطف لا حتى شي حاجه فيه غير الحزام بغيتي تحزميه بغيتي تخليه محلول كيفاش كيجي بالجويبات
كيجي يعني ما طويل ما قصير بالنسبه للطول ديال فاطمه الزهراء. الثمن ديالهم 250 درهم، حتى هما من سمول حتى للدوبل. هادو من سمول حتى للدوبل اكس ال، فيهم غير هذا اللون. فيهم غير هذا اللون هذا. وشوفوا من الداخل كيفاش داير المونطو، شفتوا الشكل ديالو، شي حاجه زوينه. و250 المونطو اللي شفنا كانت لابساه فاطمه الزهراء، كاين حتى لافيس ديالو في نفس الثوب، تجي على هذا الشكل، يعني تجي شويه طويله. دوري خديجه، شفتوا الشكل ديالها. لي طاي اللي فيها خديجه دوري عندي. من الاس حتى الاكس ال. من الاس حتى الاكس ال. واللي بغى يلبسها هي اللي بغى يلبسها محلوله، حتى هي الثوب كما قلت لكم فحال الثوب ديال المونطو. اييه بغيتي تخليها محلوله. والثمن ديالها 300، هذه ب 300 درهم. ومن السمول حتى الاكس ال. ونشوفوا الماتير ديالها سخونه. اييه سخونه، حيت اصلا هذا شنو كيتسمى مشات ليا ستيل شانيل. هذا ما كنهضرش على الستيل، كنهضر على الثوب. الثوب البوكلات، البوكلات كيكون شويه سخون وراها مغلفه من الداخل، يعني فيها الدوبلور ديالها من الداخل. كيجي الستيل ديالها ما شاء الله. و 300 درهم. موديل اخر البنات، شوفوا كيفاش كتجي اللبسه. حنا غير نسقنا لكم كاينه هاد لافيست وكاينه اللبسه التحتانيه. وعليكم السلام. كاين هاد الكومبين هذا، شفتوا لافيست البنات دايره 280 درهم. حيدي لنا باش تبان لهم الكومبين، دايره 120 درهم. شفتوا كيفاش كتجي هكا، يعني للرشيقات، يعني السمول ميديوم، فيهم حتى الاكس ال حتى الال. نقولوا السمول ميديوم والال اللي فيهم. هذه 120 فيها غير الكحل. كاين الموف ديالها نشوفوه. اللون الاخر اللي فيه هو الموف. شوف كيفاش كيجي، كيجي فيه هنا بانسات في الصاله ديالو. كيفاش كتجي فيه جوج تلوينات، هذا 120 من السمول حتى الال. وكاينه حتى صنيضيله حتى هي. الثمن ديالها قلتي 300 درهم. 300 درهم هي ماسيمو. ماسيمو 300 درهم. وندوزو لي فيست. لي فيست عندنا اللوينات، عندنا هذا اللون الاول اللي كانت لابسه خديجه اللي هي في الصفر، ونوريكم اللوينات اللي فيهم. الصفر اياه اللي كانت لابسه خديجه هو هذا، وفيها الكحل ديالها. عطيني لي طاي اللي في هذا لي فيست من حتى من الاس حتى الاكس ال. من الاس حتى الاكس ال، وفيها الباج. شفتوا ها النواغ وفيها الباج، ماشي بحالها لا، فيها غير الكحل وفيها الصفرة البنات. في هذا الموديل هذا 280 درهم. ونشوفوا موديل اخر. لبسه اخرى تجي على هذا الشكل كلاس، شفتوا معايا. تيجي السروال اللي وريتكم الاولين 100 درهم. تيجي هذاك البودي اللي لابسه حتى هو 100 درهم، انا نوريه لكم. ولافيس كتبقى 150 150 درهم. شتو لافيس كي كتجي، اييه بغيتي تسديها تخليها محلوله تجي طويله. تلبس هذه مع صايا مينيا، تلبس مع سروال، تلبس مع شوميز اكثر يجي اكثر كلاس، مع سروال حتى هو كلاس. الثمن ديال لافيست البنات 150، وفيها اللوينات، فيها هذا الكري هذا، وفيها النواغ، فيها الاسود، وفيها هذا البلو بيترولي. ثلاثه اللوينات، ومن السمول ولا من الميديوم؟ من السمول حتى الاكس ال، و150 درهم. ونشوفوا لا شوميز اللي لابسه، هي هذه تجي خفيفه هكا الكول بحال هكا، شفتوا. والثوب ديالها خفيف وإلاستيك لا كثيره، شفتوا ها كيفاش جات. 100 درهم وكل شيء يلبس مع سام شوب. لبسه اخرى وشي حاجه كلاس البنات، شوفوا ما شاء الله ما شاء الله، جاتك غزاله تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن. لبسه كامله البنات. غادي نبدا لكم بالسروال. السروال تيجي على هذا الشكل، تيجي شويه عريض كلاس، شفتوا كيفاش كيجي الفصاله ديالو. نشوفوا ها كيفاش كتجي الفصاله ديالو بديك لاسانتور شويه عريضه. شتي اللبسه ديالو كيفاش كتجي. هذا ب 100 درهم من سمول حتى الاكس ال حتى الدوبل، هذا فيه حتى الدوبل اكس ال. عندنا القميجه، حيدينا لافيست باش تبان لنا القميجه، وخرجي لنا القميجه باش تبان القميجه. هكا البنات كتجي، حليناها الكميمات، شوفوا حتى هي تجي كلاس. 100 درهم حتى هي، فيها من سمول حتى الاكس ال، وكتجي بديك الكرافات، وهنايا في الكميمات شفتوا. يعني هذه لبسه كلاس كامله، وعاد لافيست. دابا لبسينا لافيست،
نقولوا الثمن لافيست اللي كما دوزنا لكم في الاول 280، القويميجا كتبقى ب 100 درهم، السروال 100 درهم، والصباط 400 درهم، وهانتي البيصة كامله مكموله، وكوني متميزه مع العثمانيات ومع سام شوب. البنات الجوله اليوم سالات، راني ما دوزتش لكم البنات شنو نقول لكم نصف المحل، لان تبارك الله ما شاء الله المحل كبير وفيه باقي بياسات بزاف ديال لي زارتيكل ما شفناهمش ان شاء الله، باش ما يجيكمش حتى لا فيديو طويل ياك فاطمه الزهراء. يعني عندهم بزاف الموديلات في السروال، ما ورينا مش كل شيء، كاين لي جين، كاين لي بونطالون سي سروال، كاين بزاف بزاف ما يتشاف. اييه واحد السانترات ما وصلناهمش كاع نشوفوا شنو فيهم. جيو نتوما لي غوب قصار، لي غوب قصار ولي غوب طوال، لي فيست سراول. عندهم حتى كيف ما شفنا في اللبس، اي لبسه كيلبسوها البنات كيلبسوها معها، يا الصباط ديالها يا لي بوط ديالها، لي فيست هما عندهم بزاف د الموديلات. هادو فيهم بزاف ديال الاختيارات، يعني فيهم دايرين 100 درهم، باقي بزاف د البيسات ديال 100 درهم ما دوزناهمش، شفتوا يعني باقي ما يدار. تجيو ان شاء الله المحل نتوما وتكتشفوا ريوسكم وتعرفوا الوليدات نشوفوها. انا غنوريكم هنا حتى هنا عندهم هنا في التحت كاينين بياسات ديال الوليدات الصغار، ابتداء من اش عندكم؟ عندنا من 5 من 5 سنين حتى من 5 حتى 14، شفتوا حتى 14 كاين حتى الرضع حتى هما كاينين. جيو ان شاء الله وكتشفوا انتوما بروسكم شنو عندهم، ولا حتى مره اخرى ان شاء الله ندير لكم فيديو خاص على الحويجات تاع الوليدات الصغار، حيت دابا غيجينا شويه لا فيديو طويل. ومرحبا بكم عند سام سام شوب، وغاديو تلقاو البنات ما شاء الله، كاينه خديجه وكاينه فاطمه الزهراء اللي هي انتيا، ما شاء الله عليهم. حتى لهنا وغنقول لكم بالسلامه عليكم، الفيديو جاي ان شاء الله. بالسلامه البنات، تهلاو بكم وشكرا بزاف على خطيك. مرحبا، وتهلاو ليا في المتابعات ديالي خديجه فاطمه الزهراء ان شاء الله، وبالسلامه عليكم، الفيديو جاي ان شاء الله. بسلامه.